إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف حديثنا مع بصائر القرآن الكريم وآياته ونذره من سورة القمر، مما وقفنا عليه من قصص الأمم السابقة، مما نزل بهم غضب الله، نعوذ بالله من غضبه. ونقف اليوم مع مقطع هام جدا يتعلق بقصة، أو بالأحرى بجزء جامع مانع، وإن كان جزءا لكنه جامع مانع، من قصة لوط مع قومه، ثم مع إشارة لما وقع لفرعون وآله أو ملئه. والعبرة من ذلك كله إنما هو استخلاص الحكمة التي يسوقها الله جل وعلا من خلال هذه الآيات الجامعات المحكمات، مما ينبغي للمؤمن أن يقرأه لنفسه في زمانه هذا، ولبيئته وأسرته ومجتمعه، لأن القرآن كما ذكرت مرارا وتكرارا يجب أن يقرأ بعين الزمان الذي يعيش فيه الإنسان، وكذلك بعين المكان، وإلا فإنه لن يستفيد شيئا من الكتاب فيما يتعلق بدينه في زمانه. وقد قرأ علينا قبل قليل من القارئ جازه الله خيرا قول الله جل وعلا: كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. كذلك نجزي من شكر. وهذا الكلام العجيب الذي يشير فيه الله جل وعلا سبحانه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه إلى أمر العذاب النازل بالأمم في دنياهم قبل أخراهم، لأن السياق المذكور الآن في القصص هو ما نزل من العذاب المستقر والعياذ بالله بالناس إلى الإهلاك التام في الدنيا، وما ينتظرهم نعوذ بالله من عذاب الله دنيا وأخرى، وما ينتظرهم بعد ذلك من العذاب الأليم في الآخرة. وهنا إشارة ولطائف. الأصل في السنن أن الله جل وعلا إذا أنزل العذاب بقوم جمعهم جميعا من حيث الدنيا، أقول صالحهم وطالحهم، والحديث دال على ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام حينما سئل: أنهلك، ويمكنك أن تقول أنهلك، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث، بمعنى أن الصالح قد يهلك مع الطالح الفاسد في البيئة إذا كان الخبث ظاهرا مسيطرا غالبا. وثبت هذا في أحاديث كثيرة، حيث يخسف بجيش فيه خير وشر لكن شره غالب ويبعثون على نياتهم، ومثل هذا كثير، والتاريخ يدل عليه مما يحدث في بين البلاد والعباد نعوذ بالله إلى زماننا هذا من الزلازل والكوارث والمصائب التي تقع بالناس، يعني يذهب ضحيتها الصالحون والطالحون، ولكن غضب الله جل وعلا إذ ينزل بالناس ويعني يجمع في ذلك كل من كان في تلك البقعة التي نزل عليها غضب الله نعوذ بالله من غضبه، فيعني قد يكون المرء مما وقع به البلاء في الدنيا مع قوم أهل شر قد يكون إن شاء الله على رتبة الشهادة، ويكون الآخرون جيفا. هذا الكلام فيه استثناء في هذه الآية، وذلك قول الله جل وعلا:
كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا، أي الحجارة المسومة. وهذا الأمر العجيب كما ورد في سياق قبل هذا وفي مساقات شتى، قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. مسومة أي مرقمة، وقد سبقت الإشارة إلى هذا في غير هذا الحديث، أي أن هذه الحجارة من عجيب أمر الله فيها أنها كانت ذات أرقام، يعني كل حجرة بالرقم ديالها. هذه حجارة فلان بن فلان تقتلوه، وهذه حجارة فلان حصبة، حجارة صغيرة جدا مرسلة مسومة أي ذات رقم وذات هدف لا تخطئ هدفها حتى تصل إلى صاحبها بالضبط، لا يستطيع منها فكاكا ولا فرارا، لأن الذي أرسلها هو الله رب العالمين المتحكم في الكون كله، أسراره وأخباره ظاهره وباطنه، والذي يقوم بالتنفيذ هم ملائكة الرحمن الذين تعلمون ما شأنهم عند الرحمن. فالله جل وعلا بهذه المعجزة العجيبة نجى آل لوط، نجاه، فكانوا أهل نجاة، والله جل وعلا جعل ذلك للأنبياء والرسل وكذلك ننجي المؤمنين. والقصة سبقت مع قوم نوح، إذ أن الله جل وعلا أنجى نوحا ومن معه. إذن أين السر في المسألة؟ لماذا ينجو من ينجو في سياق الهلاك العام، ولا ينجو من ينجو أيضا في سياق الهلاك العام؟ أهو النبوة وحسب؟ أقول بإذن الله كلا، بل هنالك سر خاص. فالله جل وعلا قال نعمة من عندنا إلا آل لوط، هذا استثناء، نجيناهم بسحر، قال نعمة من عندنا، أي أن الله أنعم على لوط وآله ممن تبعه على دينه إلا زوجه أو إلا العجوز المعروفة، قال نعمة، أي أن هذا الإنجاء وهذه المنة من الرحمن إنما هي نعمة، نعمة قال من عندنا، ولكن قعد بذلك قاعدة ثابتة، قال كذلك، مما يدل على أن الأمر لم يكن يخص لوطا لأنه لوط وحسب، لا، لأنه لوط نعم ولكن معه سر، هذا السر علة النجاة. والعلماء يقولون الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انعدمت العلة انعدم الحكم. والدليل على ذلك قوله بعد كذلك نجزي من شكر، وفي الصيغة الأخرى كذلك ننجي المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة بيّن لنا هذا السر، بيّن لنا هذا السر، وذلك أن سبب الهلاك، أن سبب الهلاك وأن سبب النجاة من ذلك الهلاك أمران ثابتان مستقران في تاريخ الدين وتاريخ البشرية إلى يوم القيامة. أما سبب الهلاك فهو شيوع الفساد، وليس مجرد الفساد، يعني ماشي غير لأن الفساد كاين بين البلاد أو في البلاد وبين العباد، إذن فذلك الفساد يقتضي الهلاك، بل شيوعه وظهوره وسيطرته. ولذلك الحديث الذي ذكرت أن أهلك وفينا الصالحون، قال نعم، ولكن قال إذا، وإذا ظرف زمان من المستقبل يتضمن معنى الشرط، يعني أنه بشرط نهلك نعوذ بالله من الهلاك، إذا يعني ولو كان فينا صالحون، ولكن إذا كثر الخبث، ما كثرة الخبث؟ ظهوره وشيوعه. والله جل وعلا حينما يعني حرم الزنا وأوعد الزنات، والقصة هنا
يعني في سياق قوم لوط الذين مارسوا الشذوذ لأول مرة في تاريخ البشرية، حينما ذكر الله جل وعلا الزنا وشنع عليه وأنزل حكمه، كان في ذلك السياق آية عجيبة تبين مقاصد التشريع في عقوبة الزنا، وذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فتأمل هذه الآية من قوله سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع شيوع الفاحشة، لأن المتأمل في عقوبة الزنا سيجد عجبا حينما يعني ينظر إلى تفاصيل أحكامها في الشريعة وعند الفقهاء، وذلك أنه لا بد من 4 شهداء كما هو نص القرآن الكريم، ولكن في تفصيل الفقه يقول الفقهاء: لا بد وأن تتطابق أقوالهم في الشهادة على الحال والمكان والزمان، يعني جميع الأوصاف التي تجعل الحادثة التي وقعت ينبغي أن تكون متطابقة من أقوال الشهود جميعا. ما معنى ذلك؟ يعني أنه 4 شهود في لحظة واحدة، ماشي يعني واحد كان قبل الآخر والآخر جاء من بعده، لا، 4 شهود في لحظة واحدة اكتشفوا حالة زنا فوصفوا الحالة بالضبط كما رأوها جميعا تتطابق أقوالهم، وإلا حدت ظهورهم أيضا بحد القذف، إذا تناقضوا بينتهم تحد ظهورهم بحد القذف لأن ذيك الشهادة ماشي صحيحة. طيب، شيء عجيب جدا، ما السر في ذلك؟ معناه أنه إذا بغينا نطبقوا هذا الحد فعليا، من سيعاقب على الزنا؟ يعني معروف في هذا السياق هو الشخص الذي صار يستهتر بقيم المجتمع، يعني ما بقى عنده غرض في حد، يمارس الزنا علنا. أما اللي كيتخبع ما عمره ما يحصل بهذا الحصلة هذه بهذا الشكل، يشهدوا عليه 4 شهود، وهذوك 4 شهود يعني الكلام ديالهم كيجي منطبق بالتوقيت وبالمشهد وبالحالة والمكان والزمان وكذا 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 إلى آخره. إذن الذي مارس الزنا وقد ستر نفسه أو يعني لم يتيح فرصة لأن يطلع عليه بهذه الصورة يعني الفاضحة، فالحد لا يخاطبه بشكل مباشر، اللهم إلا إذا اعترف به هو، تلك قضية أخرى، وأراد أن يتطهر كما وقع في قصة ماعز في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا يعني أراه الإسلام ماشي غادي يحارب الجريمة بمعنى جميع أنواع الجرائم، يعني يحيد الجذور ديالها من الأرض، هذا لا يمكن، لا أقول لا يمكن، لأن المجتمع البشري مجتمع ناقص وكل بني آدم أخطأ وخير الخطائين التوابون، ولكن المصيبة الكبرى ما هي؟ أن يصبح الزنا والعياذ بالله أو الفساد الخلقي العام كيف ما بغى يكون مقدماته ونتائجه كالعري وما شابه ذلك مقدمة الزنا، أن يصبح عرفا مقبولا اجتماعيا. هالمشكل يعني لما يصبح الزنا كاين عادي، عادي كما هو في بعض البلاد نعوذ بالله، عادي. هذه هي الطامة الكبرى، هنا عرب الله الخطر كاين. أي خطر؟ خطر غضب الله الآني ديال الأرض، مش غير ديال الآخرة، ديال الأرض والعياذ بالله. يعني البيئة إذا وصل فيها تعارف على الفساد، ولا الفساد شيء طبيعي، فهذه بيئة يخشى عليها. وما أحسب البلدان أو المدن أو القرى التي نزل بها شيء من عذاب الله في الأزمنة القديمة والأزمنة الحاضرة أيضا إلا وقع فيها شيء من هذا، واحد النوع ديال العرف أنه عندهم الزنا ولا شيء عادي جدا، فينزل بهم عذاب عام. رأى ما حد الأمة تتخفى في فسادها، فهي لا، رغم أنها فاسدة أقول، فهي لا تزال بخير، لكن حينما تعلن الفاحشة فهذا أمر رهيب. إن الذين يحبون أن تشيع، مشكلة الشيوع، وإذا شاع الشيء صار يعني عرفا عاديا، وقد بينا مرارا وتكرارا أن أصل تسمية المعروف إنما هو الخير، وأن أصل تسمية المنكر إنما هو الشر.
يعني الكلمة الأصلية المعروف سميته الخير، والكلمة الأصلية المنكر سميته الشر، لكن كونه معروف هذه راه صفة، لكن صارت بعده عالما، يعني صارت هي يعني الكلمة القوية. وكذلك المنكر يعني هو صفة، راه اسم مفعول، كذلك المعروف يعني يعرفه الناس، منكر لا يعرفه أحد. لما؟ لأنه غير موجود في البيئة، وإذا كان موجود كيكون قليل، منكر شيء يعني ينكره الإنسان أي لا يعرفه، عرفه أو أنكره، عرفه شفته عرفته لأن عندك به سابق معرفة كتعرفه فعرفته، ولكن يعني ما عمرك ما شفته كتقول له يعني من أنا، قال فأنكرني، يعني ما عرفنيش. فكذلك المنكر، لما هو منكر؟ لأننا لا نعرفه، ما كاينش في البيئة ديالنا فهو المنكر. لكن من اللي صبح المنكر متعارف عليه أي معروف، هذا معناه أن الموازين انقلبت، انتهى ميزان فقد، أو المجتمع فقد الميزان ديال شروط الوجود ديالو الاستمرار. ولهذا قلت يعني في هذه الآيات يعني رأى القصة الواحدة يسوقها الله جل وعلا في كتابه، قصة لوط أو قصة فرعون أو نوح، ماشي كل مرة كيسوقها ويعطيك فيها واحد السر، إما ها سبب البلاء أو ها سبب الدواء، سبب الشفاء. وكل مرة يعطيك راه مع مر القصص القرآني كيتعاود، الذي يظن أن القرآن يكرر نفسه فهو لا يعرف كتاب الله، كتاب الله حقا. وسبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، أن يعيد الكلام كما هو لا جديد فيه، ما من آية يعني يتكرر أقول ظاهر لفظها إلا وفي سياقها حكم جديدة لم تذكر في السياق قبل، من بيان شبهة أو إشكال أو دواء أو علاج إلى غير ذلك من اللطائف والإشارات العجيبة. فتبين إذن من خلال هذا السياق ومن خلال بيانات رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الفاحشة إنما يعاقب بها دنيويا، أقول يعني العقاب العام، نعوذ بالله من العقاب العام، إذا شاعت وقبلت اجتماعيا وصارت شيء عادي. ولذلك فعلا هذاك يعني يعني صمام أمان أو بالأحرى ميزان، ميزان حرارة السلام والأمان للبيئة. تعرفوا واش البيئة آمنة روحيا ولا ماشي آمنة روحيا؟ هذا الذي نتحدث عنه الآن في هذا الزمان ونسميه بالأمن الروحي. هذا الأمن الروحي شكون هو الترمومتر ديالو، الميزان الذي يقيسه؟ الميزان الذي يقيسه هو كيف الناس حسهم شعورهم إزاء الفساد، أي فساد. فما حد يعني الفساد نسميه فسادا، وما دام المنكر نسميه منكرا بالتسمية وبالشعور أيضا، يعني ما يوليش يعني الأمر عادي. فنعطيكم واحد المثال كما أحب أن أمثل به كثيرا نظرا لدقته. نحن في مسجد بيت من بيوت الله جل وعلا، في مجلس من العلم والذكر، إن شاء الله نجعله، سأل الله أن يكون من المقبولين عنده بهذا. لو أن شخصا أخرج بيننا الآن قنينة خمر غنفزعوا، غريب، علاش؟ ما مولفينوش، لا ليس في المسجد، وكيف المشكل؟ لو رأيناه في الخارج في مكان مما، في مكان ما مما ألفنا ولفنا أن نراه فيه، ما يوقع الكون نفسيا. هذه الحالة مش صحيحة. فلما؟ لأن الخمر منكر في المسجد وفي غير المسجد. فإذا بمعنى حس دقيق جدا، فالمؤمن يجب أن يشعر باستغراب المنكر واستقذاره حيثما كان، في المكان، ما دام أن الأصل في الخمر أو في أي نوع من أنواع الفساد أنه خمر، أنه منكر، أنه شيء فظيع مما لا يقبل شرعا في ذوق المؤمن وحسه. وهذا الشيء هو الذي أردت يعني بضرب المثل به أن أبين يعني معنى كون يعني المنكر قد شاع واستحقت البيئة بذلك أن ينزل بها الغضب العام أو لم تستحقه. هذا من حيث سبب نزول العذاب، نعوذ بالله من عذاب الله. أما من حيث سبب النجاة،
احنا اعطينا قاعده بانه كاين هكذا وكاين هكذا. نجد في كتاب الله ان الله ينجي المؤمنين، ينجي من شكر، ونجد ايضا في الواقع التاريخي في صورة أخرى من صور الواقع التاريخي وفي الأحاديث أن الله قد يأخذ الصالحة والطالحة في البيئة الواحدة إذا غضب عليها. ما الفرق بين هذا وذاك؟ الفرق بين هذا وذاك هو هذا الذي أشرت إليه في السبب، بمعنى أن الذي يحفظ حسه النقدية من معرفة المعروف وإنكار المنكر، فإن شاء الله يكون ذلك سبب نجاته، بمعنى أنه لا يكفي أن تكون صالحا في البيئة الفاسدة، لا يكفي أن تكون صالحا في البيئة الفاسدة، بل لتضمن الأمانة بإذن الله وتدخل في ذاك الشرط ديال كذلك نجزي المؤمنين، كذلك نجزي من شكر، باش تدخل في هذاك الحماية الربانية. قلت لا يكفي أن تكون صالحا، يجب أن تكون مصلحا. فنجاة الأنبياء والرسل من عهد نوح إلى عهد رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كلهم جميعا، سبب نجاتهم منة الله أولا، نعمة من عند الله سبحانه ومنة، ولكن السبب بعد ذلك التشريعي التكليفي إنما هو أنهم كانوا دعاة إلى الله، ومن دعا إلى الله فقد أعذر إلى ربه. ولذلك ما دامت البيئة فيها أهل خير يدعون إلى الخير، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قلت ولو كانوا قلة، أربعة ولا خمسة، والبحر العرمرم من البشرية في ظلام دامس، فلو نزل غضب الله بهم جميعا لأنجى إن شاء الله الفئة المصلحة ولو قلت. والقاعدة القرآنية مضطربة، لأن الله لما قال كذلك ننجي، كذلك تدل على الاستمرار، ننجي المؤمنين كذلك نجزي الشاكرين أو من شكر، تدل على الاستمرار، وهذا مما لا يقبل النسخ، هذا ما دخلش ما كيدخلش هنا النسخ، فهو ليس حكما تكليفيا بالمعنى التشريعي، ولكنه سنة أو تقرير السنة، يعني السنن بالمعنى القرآني، يعني ما يسمى بالقوانين التاريخية في لغة التاريخ أو علم التاريخ المعاصر، قوانين التاريخ أو قوانين الاجتماع البشري، أو كما يسمي ابن خلدون طبائع العمران، يعني الأشياء الثابتة كما هي في الطبيعة كقانون الجاذبية وما شابه ذلك. فالله عز وجل يقرر السنة، وما قرره الله لا ينكسر، وما اضطرد عند الله لا ينكسر. ولذلك إذن كون هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس فتلك من أعظم النعم، لأن الله أناط بها وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان ذلك من أسباب نجاتها عبر التاريخ. وإلا هذه الأمة أمرها عجيب حقيقة، أمرها عجيب، لأنه ما مر بها من البلاء والفساد عبر التاريخ إلى الآن مما يعجب له المرء كيف لم تنمحي أو لم تنمحي هذه الأمة من الوجود. السبب ذلك أن بركة القرآن وبركة الدين التي جعلت فئة من هؤلاء المؤمنين يتمسكون بهذا المبدأ الذي نص الله عليه في القرآن الكريم في غير ما موطن، وماشي غير صيغة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بصيغ شتى، يعني تعددت الألفاظ والمقصد واحد. ولك أن تأخذ قول الله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، لأن هذا هو الدور الأصيل للعالم، العلم الذي قد يكون من تجلياته تفقيه الناس بأحكام الشريعة. أحكام الشريعة واش المقصود منها فقط أن نعرف أن هذا الأمر واجب وأن هذا الأمر مباح وأن ذلك حرام وأن الآخر مكروه أو مندوب؟
طبعا هذا مقصد إجرائي، ولكن الغاية من ذلك جميعا أن تكون هذه الأحكام علامات في الطريق، طريق السالك إلى الله. وهذا هو في الحقيقة صلب أو غاية وظيفة العالم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين، هذا الأول، ولينذروا قومهم، هذه الغاية، إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذا الشيء الذي هو أساس النجاة، أن يكون العلم وأن يكون الدين، كل ذلك يجعل من الأمة فيها، في داخلها، أي في يعني في بنيتها الاجتماعية الداخلية، فيها من ينصح ومن يسدد ومن يرشد، ويكون التدافع داخل الأمة داخليا مما يفيدها في نجاتها من الهلاك العام، وكذلك كانت وكذلك تبقى بإذن الله إلى يوم القيامة. فهذه نعمة الكرة، وما ينزل بها من مثل ما نزل بالأمم البائدة فإنما يكون جزئيا، وهذا من نعمة الله جل وعلا. يعني ما كينزلش بلا نطلب الله، ما نكونوش حاضرين فيه، ينجينا ونجيكم من كل بلاء عظيم، كينزل يعني جزئي، يعني في مكان محدود أو في يعني موضع جزئي، ولا يكون عاما كما وقع لهذه الأمم السابقة من قوم نوح وقوم لوط وعاد وثمود وفرعون ومن تعلمون من الأمم التي أبادها الله يعني إبادة جماعية على جيل كامل، أو قطع دابره، ما خلاش حتى النسل ديالهم، ما بقاش كاع الأثر ديالهم في الأرض، بعضهم يعني قطع دابره، يعني قطع النسل ديالهم، أو يعني من أباد جيلا منهم كيعني بعض الأمم الأخرى بحال فرعون وآله، يعني جيش كامل، يعني تقريب جيل كامل أباده جميعا، وما بقي إلا الأطفال والنساء والشيوخ بعد ذلك. فإذن ها هنا عندنا عبرتان مهمتان يعني في غاية الأهمية، سبب البلاء العام وسبب النجاة من البلاء العام، وأعيدهما للتذكير بشكل مختصر لخلص بعد ذلك إلى الجانب العملي. فقلنا سبب البلاء العام نعوذ بالله منه شيوع الفاحشة، يقول لي متعارف يعني قوم لوط صافي ولا عندهم عادي جدا بشكل فظيع. وسبب النجاة منه أن تكون هناك فئة بها الله جل وعلا، أو قول يعني هذه الفئة يعني تكون فيها شفاعة، الله تعالى يرعى فضلها الذي أنعم به هو جل وعلا عليها، وفي هذه الأمة تكون سبب نجاة لكثير من الخلق. أما من ناحية العملية فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو إحساس، وقد أشرت إلى هذا قبل قليل، إحساس وشعور قبل أن يكون شيء آخر، يعني قبل أن يكون فعلا أو رد فعل، إحساس وشعور. كيف؟ ليس معنى ذلك أنه لا ينبغي أن يكون هناك فعل، كلا طبعا، من رأى منكم منكرا فيغير بيده، الأحاديث في هذا متواترة بالمعنى، حتى إنه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة، يعني صلى الله عز وجل أن يجعل حسابنا عرضا، لأن الحساب ماشي هو العرض، من نوقش الحساب عذب نعوذ بالله من عذابه. قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يناقش العبد يوم القيامة حتى يسأله عن المنكر، قل له رب العالمين منكر في اليوم الفلاني الساعة الفلانية في الدقيقة الفلانية بالمشهد الفلاني، تذكره فيذكره العبد، حتى إنه لا يسأله عن المنكر لما لم تغيره إذ رأيته، يا كنت حاضر مالك ما تصرفت شيء، حتى لا ينبغي أن يعني أن نتوهم بأنه يعني لا مسؤولية لأحد، كلا، وسأبين يعني مراتب المسؤولية في هذا الأمر. قال النبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فإذا لقن الله العبد حجته، فإذا لقن الله العبد حجته، زعما تقلب على الحجاج كذا ما كاينش،
ما عاد إلا ربي يلهمك من عنده سبحانه منة منه ورحمة وفضل. فإذا ذقن الله العبد حجته قال يا ربي يا ربي رجوت رحمتك وفارقت الناس، يعني بلا ألف فارقت يعني خفت الناس، أنا ترجيت رحمتك وديك اللحظة ما قدرش، لو فعلت لا يعني قتلوني أو وقع بما وقع، رجوت رحمتك وفارقت الناس. هذه قبلها الله عز وجل، ولكن هل فعلا، لأن ربي تعالى يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور، واش أنت يعني غادي تقول لربي راني خفت راك الأمر صعيب وهو ما كان شيء صعيب؟ فلا يمكنك أن تكذب على ربك لأن الله عز وجل لا ينطلي عليه ذلك. فإذن كيف العمل وكيف التصرف؟ التصرف أعود إلى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام المشهور المتداول، وقد ذكرت طرفه وقبل قليل، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. هذاك الأخر اللي هو أضعف الإيمان به نبدأ، لأن يعني تبدأ بالحد الأدنى لتعريف الحد الأعلى. فأن تغير بقلبك المنكر كيف يكون؟ كثير من الناس كيسمع هذا الحديث ولا كيقراه، وبعضهم كتب هذا مع الأسف الشديد، أنه يعني هذه درجة السكوت والدرجة السلبية في تغيير المنكر، بمعنى أنه ما كدير والو. هذا غلط، مش صحيح، ليس سليما ولا صحيحا على مستوى اللغة، وليس صحيحا ولا سليما على مستوى الشرع، لأنه الحديث كيقول لك فإن لم يستطع فبقلبه، هذه كتسمى دلالة الاقتضاء عند الأصوليين، بمعنى أنك ها هنا تقتضي فعلا مقدرا سبق بيانه والتلفظ به، وهو قوله من رأى منكم منكرا فليغيره، بمعنى فإن لم يستطع بيده لم يستطع بلسانه فليغيره بقلبه، وخا ما كاينش فليغيره في الحديث راكين بالمعنى، وهذا واضح جدا في الدلالة العربية اللغوية. إذا كان ذلك كذلك وهو كذلك بإذن الله، فكيف يكون التغيير عملا يعني سلبيا أو يعني لا شيء ماشي فعل؟ لا يمكن أبدا. ما معنى التغيير؟ غير يغير، أي أنه يعني حول الشيء من وضع إلى وضع. التغيير نقلة وتحويل وتبديل. فإذا أن تغير بقلبك يعني أن تحول وضعا ما من حال إلى حال، إذن هو فعل وليس سلبا، إنما هو فعل وجداني شعوري قلبي وليس يدويا ولا لسانيا. الله أكبر. فالتغيير إذن بالقلب عمل وجداني وفعل من أفعال القلوب كما يعبر أهل النحو، وإلا فلا معنى لقوله عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع فبقلبه، ويكون ذلك يعني رتبة إيمانية. صحيح هو أضعاف الرتب لكن رتبة إيمانية ورتبة مقبولة شرعا، مقبولة شرعا، وبيانها يتم ببيان المنازل الإيمانية التي تتيحها أو يتيحها الاحتمال الأول ويتيحها الاحتمال الثاني. فأما الاحتمال الأول، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فاليد ليست هي هذه الجارحة كما يتوهمه كثير من الناس، تحم واحد يسمع بيده كيمشي له العقل اللي دنيت، لا، وإلا ودير المنطق ديال اللغة طبقوا حرفيا، لأن دير الحرفية الفهم الحرفي للحديث كمل، فإن لم يستطع فبلسانه، أجبد لسانك، لا يمكن، إذا اللسان هنا بمعنى اللغة. والتغيير بالقلب العضلة ديال القلب النيت أجبدها خدم بها ما يمكنش، فهو إذن الشعور، فدل على أن اليد أيضا ليست المقصود الظاهر ديالها، وإلا هذا واحد. أمر آخر، ستجد أساليب أخرى للتغيير بالمنكر أو لتغيير المنكر لم تذكر في الحديث، قد يغير الإنسان المنكر برجله ما كاينش في الحديث،
وجاء رجل من قصى المدينة يسعى. والتغيير أيضا قد يكون بالمال وهو من المهمات، ما كاينش في الحديث، كاين أين موضعه سأذكر. فالتغيير باليد إنما هو كناية عربية على ذات الكلية، مش معنتو؟ يعني كترفد الهم المنكر وتبدأ تخطط له وتفكر له بكل القوة ديالك العصبية واللغوية والمالية كلك حتى يتغير. فذلك الذي غيره بيده، وهذا المعنى ما زال مستعمل في عاميتنا إلى اليوم. تقول شي حاجة غنديرها بيدي، هذا عربي قديم، كناية على أنه يعني التوكيد، وأنك ستفعل ذلك بكل قوتك. وأيضا يقولون بيميني، يعني بليمن ديالو، لأن اليمن فاش كيتكون القوة. وتقول مثلا يوسف بن تاشفين بنى مدينة مراكش، ما دارش فيها الطوبة، إنما أمر ببنائها لا أقل ولا أكثر. أو يعني المولى إدريس بن فاس، ما 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 هو كان كيهز يعني هو بنها كلها، إنما أمر أو كيصدر قرار سياسي أو إداري للفعل. فإذا كيكون عنده قوة الإشراف العام على الفعل، أي أنك تنخرط في عملية شاملة لدفع الفساد وإصلاح البلاد، هذاك يغير بيده. قال فإن استطيع فبلسانه، يعني هي اللي كيقولوا في مدارس الإصلاحية المعاصرة كيقولوا فيها قول كلمتك وامشي، يعني شتي حاجة ماشي هذيك تقول حشومة عليكم كذا إلى آخره وسير بحالك. فهذه طبعا رتبة أقل، لكن إذا قلتها تقول ديك الكلمة وتبدا تفكر في كيفاش ديك الكلمة تعطي الثمار ديالها، أي تقول كلمتك وما كتمشيش، تقوم برعايتها وتنظر إلى تفعيلها، هذاك راك ما بقيتش غير في اللسان، فأنت تغير بيدك. حتى لا يتوهم أن أحد أن التغيير بالمنكر باليد راه هو الزراوط والسيوف، أبدا لا علاقة له بهذا، بل هو يعني اهتمام شمولي كلي، فكرك مالك بدنك كل شيء فيك اشتغل بالأمر، يعني رفض الهم العام ديال الأمة. فهذا هو التغيير بيدي، وهو الذي توجهه وتؤيده وتسدده نصوص الشريعة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك هو عنده الرتبة العالية. فإذا ما أعطيتش كلك أعطي طرف منك، لسانك قول كلمتك ومشي، قول واحد الكلمة ديال الخير وسير الله عليك. فإذا لم تكن من أصحاب المرتبة الأولى ولا من أصحاب المرتبة الثانية، ونسبة الثانية إلى الأولى هي نسبة الجزئي إلى الكلي كما يقول أهل المنطق، يعني راه التغيير باللسان غير واحد طريف من التغيير باليد، باش سعاد كيسحب زعما التغيير باليد هذا طرف والتغيير باللسان طرف آخر، لا، المغير باليد المغير باليد مغير باللسان أيضا، راه خدام حتى لسان، خدام لسانه ودماغه وفلوسه كله خدام، بينما المغير باللسان خدام حاجة واحدة فيه لسانه لا أقل ولا أكثر، لا أقل ولا أكثر. فهذا جزء منكم، فإما تكون يعني أنت كلك مصلح ولا طرف منك هو اللي مصلح، هو لسانك. فإن لم تكن لا من هذا ولا من ذاك يقول لك شرع رد بالك، وهذا الذي سيفسر لنا الرتبة الدنيا التي بها بدأنا. يقول لك رد بالك ستصبح أنت جزءا من المنكر. علاش؟ لأن المنكر متعد غير لازم كما نوصف بعض الأفعال في النحو العربي، الفعل العربي إما أن يكون متعدا وإما أن يكون لازما. المتعدي هو من يتخذ مفعولا به واحدا أو أكثر، أما اللازم ما عنده شيء مفعول به. المنكر لا يكون لازما أبدا، ديما متعدي. إذا كان منكر في بيئة عرب الله عنده الضحايا، عنده مفعول به، لأن ما معنى كون المنكر موجود يعني أن الناس يمارسونه، وإلا فما لا يتصور المنكر في الخيال، لا بد يعني هنالك ممارسة للمنكر في البيئة. فإذا كان يمارس
وانت لست من المغيرين لا باليد ولا باللسان، فأنت مهدد أن تكون ضحية لهذا المنكر، أي أن تمارس أنت أيضا المنكر. علاش؟ كيقول لك لأنك غادي تولفه، أنت لا تدفعه بيدك يعني بكليتك، لا تدفعه بلسانك، عندك تكون سلبي، عندك تكون سلبي، أي هذا هو المقصود، أي غيره بقلبك، فمية في المية هذا المنكر سيؤثر فيك، ترى بعينك وتسمع بأذنك، ستتطبع نفسك عليه، يعني غادي تولفه، وملي تولفه فستصبح تلقائيا جزءا منه، وتكون تما بديت مرحلة ديال المرض، أي المرحلة الخطيرة التي فيها إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وتصبح يعني المعروف يتقلب لك المفهوم، وهذا أمر يعني كلنا كنعرفه، يعني عدد ديال المفاسد اليوم ولات عندنا عادية. علاش؟ ما كاينش التغيير بالقلب حقيقة، ما كاينش. كتشوف واحد المشهد اليوم أنا وأنت يعني أول مرة تشوف مثلا واحد المنظر ماشي هو هذاك غريب كتفزعك، وكيحصل لك يعني التغيير بالقلب، راه هذاك هو المقصود، كيوقع لك فزع فتستنكر ذلك وتستقدره وتستبشعه، ولكن غدا تعاود تشوفه كتنقص حرارة رد الفعل النفسي، كيولي داك الشيء زعما عندك واحد كيقنطك واحد البارح 100% فزعك 100%، اليوم فزعك غير 60%، غدا يفزعك 40%، واحد النهار ما يفزعكش نهائيا. إذن ألفته ووافقت عليه نفسيا، وافقت عليه نفسيا، هذه الموافقة منكر، صرت جزءا من المنكر، فإن لم يستطع فبقلبه. قال وذلك أضعف، رد بالك بالله على المرحلة راه بقات كتهبط لتحت الصفر، وذلك أضعف الإيمان. ولذلك المؤمن الكيس الفطين ما عمر المنكر، واخا يشوفه صباح وعشية عمره ما يولفه، ديما تقول أعوذ بالله هذا منكر، أعوذ بالله هذا منكر. ولذلك دائما نحتاج إلى زاد نتغذى به، ما تخليش الفساد يدخلك في ودنك وفي عينك، وما تديرش المنظفات اللي تخلي القلب ديالك حي. هذه المنظفات هي كتاب الله ذكرا وتلاوة والعمل الصالح عموما، ولكن أقول راه مداومة، المداومة على تلاوة القرآن الكريم تجعل القلب حيا دائما أبدا، وذلك بنص القرآن. أما القرآن فهو روح، والروح يحيي، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى آخر السياق، وأيضا لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فنظارة القرآن الكريم يعني تنزل على القلوب الحية فتزيدها حياة، محب فيك الحياة وكتشعر بأن هذا الأمر صالح وهذا الأمر غير صالح، فتغذى بكتاب الله يوميا، راه دز عليك واحد الفترة ما تسمعش القرآن وما تقرأش القرآن، اعلم أن الجفاف سيدب إلى خشبتك أنا وأنت. والله يا أخي الكريم إلا الإنسان إذا انقطع على تلاوة القرآن الكريم وعلى تدبر القرآن الكريم راه كيهبط، كينزل كينزل، فلا يؤمن عليه هو برسول أن يمارس الفاحشة وأن ينخرط في المنكر. علاش؟ أولا لأن القرآن الكريم كلام الله، فيه الروح، فيه الحياة، كيغذي القلب. ثانيا لأنه يوثق المفاهيم، يعني الفساد ديما كيقول لك راه هذا فساد، كتشوف في المجتمع أنه يعني الناس يمارسون فسادا ما، هذيك الممارسة اليومية راه كلمة، راه خطاب كيحاول يقنعك، هذاك يعني العرف الفاسد كيحاول يقنعك بأن هذا الفساد ليس بفساد، ولكن القرآن كيحطم هذاك الإقناع الباطل، كيقول لك لا بل هو فساد، كيخلي القلب ديالك حي يتغذى دائما، فتكون بإذن الله مراتب الحسنة أقلها أقلها أن تغير بقلبك، وأفضلها أن تكون من أهل الإصلاح وأهل الدفع للبلاء والإقرار للخير. جعلني الله وإياكم من أهل الصلاح والإصلاح، ونعوذ به جل وعلا أن نكون من المنكر وأهله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليماً.